جنازة مهيبة لبهاء الدين نوري جابت مدن الخرطوم الثلاثة قبل أن يبلغ الموكب منزله في حي الكلاكلة جنوب العاصمة السودانية، وسط حالة من الحزن والغضب عمت الشارع. بهاء اختفى بشكل مريب في 17 من ديسمبر بعد توقيفه بواسطة قوة مجهولة اتضح لاحقا أنها تتبع الدعم السريع. النيابة العامة أشارت إلى أن التشريح الثاني أظهر تعرضه لإصابات متعددة أدت لوفاته، مؤكدة المضي قدما في إجراءات القبض على القوة التي اعتقلت المغدور. ويشدد أهل بهاء على معرفة الحقيقة كاملة، خاصة أنه لم يكن متورطا في أعمال غير قانونية تبعا لشقيقه. عايزين نعرف اللي اختطفوا الكان بيراقبوا له 3 أسابيع دمنه، والكان بيراقبوا له بأسبوعين بالموتر دمنه، وجي اختطفوا دمنه تمام، والوقع أصلا إنه يتحروا ربها الدين منه، الأدى الأوامر منه، تحمل عليه كل الناس والعزبوا منه. الحادثة خلفت صدمة كبيرة في الشارع السوداني الذي يرى قسم منه ضرورة وضع حد للعنف وعمليات الاعتقال. فنحن بنقول إنه دي المفروض تكون نهاية للاعتقالات، نهاية للتعذيب، نهاية لكل الحاجات المروعة، وأهم على رأس الحاجات دي العدالة، لازم تتحقق العدالة. قوات الدعم السريع المتهمة بقتل بهاء أوضحت أنها شكلت سابقا لجنة تحقيق مع المتهمين من منسوبيها، لكنها أوقفت التحقيق فورا بعد ظهور نتيجة تشريح الجثة، لافتة إلى أنها رفعت الحصان عن المتهمين وسلمتهم للنيابة العامة، غير أن القضية التي هزت الرأي العام ربما تتطلب من قيادة الدعم السريع إجراء مراجعة شاملة لأداء جهاز استخباراته وصلاحيات هذا الجهاز. قضية بهاء الدين نوري لم تقفل بعد، في انتظار كشف ملابسات الاعتقال والتعذيب ثم الرحيل وتحقيق العدالة. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.